بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، نريد أن نعيش في هذا اللقاء إن شاء الله مع غزوة بدر الكبرى، لا لنسرد أحداثها التاريخية، وإنما لنستخلص منها العبر والعظات. هذه الغزوة المباركة حصلت في رمضان، في 17 من رمضان، في السنة الثانية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان حال المسلمين قبلها حال من الاستضعاف، فقد قتل بعضهم وعذبوا وصلبت أموالهم وهجروا من مكة المكرمة إلى أرض الحبشة وإلى المدينة المنورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة التي تشبه حال المسلمين في هذا الزمان كان يعكف على إعداد جيل الصحابة، وكان يربيهم على العقيدة وعلى القيم وعلى الصبر والثبات واليقين. وكان الصحابة بدورهم الذين ينهلون هذا العلم وهذه التربية من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يترقبون الأمر من الله تعالى متى يأذن لهم أن يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يرفعوا الظلم ويستردوا الحقوق ويحفظوا بيضة الدين وشرف الأمة، لأنهم كانوا يعلمون أن الجهاد هو الذي يدفع الله سبحانه وتعالى به الظلم، وهو الذي يعيد به الحقوق، وهو الذي يحفظ به بيضة وشرف ودين الأمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من المبشرات للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وكان يعبئهم ويبث فيهم الروح المعنوية والروح الإيجابية، وهذا ما يجب أن نبثه في شباب المسلمين في هذا الزمان، أن نبث فيهم الروح المعنوية العالية والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن نبشرهم بأن نصر الله وفرجه قريب، وأنه سبحانه وتعالى لن يتخلى عنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الغزوة يكثر من الدعاء ويرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى باكيا راجيا داعيا، حتى سقط رداؤه عن عاتقه صلى الله عليه وسلم، فالتزمه الصديق أبو بكر وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فالدعاء تفتح به المغاليق، وهي سهام يطلقها العبد ويستقبلها الرب سبحانه وتعالى ويستجيب لها. وإذا بأمين الوحي جبريل عليه السلام ينزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم مبشرا بقول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه البشرى إليه من السماء قائلا للصحابة صلى الله عليه وسلم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولما جاء وقت النزال والتحام الصفوف، صنع الله سبحانه وتعالى العليم الخبير المعجزات، فأيد الصحابة بجمع من الملائكة يساندون ويقاتلون إلى جانب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ورمى النبي صلى الله عليه وسلم التراب في وجوه المشركين، فأوصل الله الرمية في عيونهم وقال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فصنع الله تعالى المعجزات تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، لأنهم صدقوا وأخلصوا مع الله. وكان النبي يشير إلى مصارع القوم: هنا سيقتل فلان وهنا سيقتل فلان، فقتلوا جميعا حيث أشار عليه الصلاة والسلام، وكسرت شوكة المشركين وقويت شوكة الدين، وأصبح للمسلمين مهابة، وأصبح الرعب جيشا ينصر الله به محمدا صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر. يا أيها المسلمون، لا تيأسوا من روح الله، فإن نصر الله قريب. ثقوا بالله وأكثروا من الدعاء والاعتماد عليه، فإن فرجه قريب، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.